السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم غد الجمعة 10 من نوفمبر 2022 نزول أمطار متفرقة بعدد من المناطق بالمملكة. وأوضحت المديرية بأن الحالة الجوية ستتميز عامة بنزول أمطار أو بعض القطرات المطرية المتفرقة بالواجهة المتوسطية، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية. من جانب أخر، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. وفي سياق متصل، ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0.3 و 0.9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 0.7 و 11 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 19 و 23 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 11 و 18 درجة. وبحسب المصدر ذاته، يرتقبه هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والمنطقة الشرقية.